يا سلفستر خش عليا بالحديده كده. ايوه انا جعان. ايوه المعلم هيفتح السطوح بطنان معلم بنات الخالي قانون بس افلام الراجل صاحب الفرح ده عشان نجمع النهاية النهاردة. والعيال ده ابراهيم الخيلي وصحبته الحلوة هارون باشا صفوان ابن البطل بطل. تحية جميلة صاحب الفرح ده بكر عشان نجمع أبطال مصر النهاردة الخيلي نسمع الروح. ليلي 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 أما أنت يا زهري لك أفعال وعمايل بتوزع الفرق بين إخوات وصحاب وزمايل وبتزيد الراجل الجدع عند الراجل اللي مش جدع بجمايل. أما أنت يا صهري لك أفعال وعمايل بتوزع الفرق بين إخوات وصحاب وزمايل وبتسيب الراجل الجدع عند الراجل الهفأ بجمايل. خليت رخيص الثمن والواطي عليته الثمن والواقع عليته جسم السليم انحنى منك وعليته. حتى الشجر يا زهر على بعضه عليته. دبلت منه العدل يا زهر وطرحت على المايل قليل يا ليلي يا عيل الأول في الغرام وانا بدي باسم الإله وانا بغني أستغفر الله أستغفر الله إذا خلط اللسان مني. كلام ده عشانك يا غلبان وعشان عم إبراهيم والنمر وعبد لطفي الرفاعي أبو دنيا القلب الطيب والصحبة الحلوة والنفولي ابن المعلم معلم. اسمع وصل على النبي خلص الكلام وما بقاش غير نصيحة صريحة يا ولدي هقولها لك اوعك تمشي اللي ماشي معاك يا نمر عشان مالك اوعك وعلم الخنصر وعلم على الخسيس لو قعد في قعدة رجالي يقول انا مالي ومالك. احنا في زمن عجيب غريب ابني وسخة. كلام ده حقيقة مش اغاني. احنا في زمن عجيب غريب ابني وسخة. انا
شفت العيال يابا، انا شفت العيال يا ابو العريس. انا نزلت السوق وشفت العيال بتزعل رجال، صح؟ وشفت الصبيان على معلمينها بتتنطط بالبال، صح؟ وشفت اللي عشان مزه شمال شاط ام العيال. اسمع عدالة تاني، النسخة دي تاني عناية. طب لمين؟ لمين؟ على الحرم ربي. احنا في زمن عجيب غريب، ابن وسخة. انا شفت العيال بتزعل رجال، وشفت الصبيان، شفت العيال اللي بتسحب البهايم على معلمينها بتتنطط بالمال، وشفت ناس عملت متروشة. خلاص يا اخويا مفيش خشة. اخويا عايزين نروق عشان احنا شفنا والنمل السبع بركة الرجوع. جميلة وفيها حضرة النبي بالصلاة على النبي. طلع مدى مفهوم ثلاثة ايه ممكن بطولة برماني السعيد رضا الاسكندراني. تحلى تعالى برماني. انا بقول خلص الكلام يا بار، خلص الكلام وما بقاش غير نصيحة. حاج ابراهيم ده اللي خرب الدنيا. خلص الكلام وما بقاش غير نصيحة صريحة. يا اخويا هقولها لك، اوعك تمشي اللي ماشي معاك عشان مالك، وعلم وحرص من الخسيس. في وقت الشدة يقول انا مالي ومالك، احنا في زمن عجيب غريب ابن. احنا في زمن عجيب غريب كتير، انا شفت العيال بتزعل رجال، وشفت الصبيان على معلمينها بتتنطط بالمال، وشفت اللي عشان مستشمال شاط ام العيال، وشفت ناس قفشت وعملت متروشة. خلاص يا اخويا مفيش خشة. خد بالك خد بالك مفيش غير حاجة ريالك انطط عملك ايمانك. يوم ما هيسألك ربنا يا ابو العريس على كل اعمالك. زمن عجيب وعجيب. انا عايز افرحك. اسماعيل البطرنوشي قال لي رضي ابو العريس على الحرام بساعة الحزمة بتتعرف. ايه ده معلم ابراهيم مع اخوك اهو. اخوك اهو. ايه ده معلم ابراهيم.
الحياة.